hold tight. السلامة اسمي طاهر عبيد بديت الجرافيتي من 2013-2014 inspiration نعمل تيبوغرافي على حيوة تسمى تيبوغرافيتي أما على الورق تسمى ليترينج ارت بحكم ديزاين بتاع الحروف وكل شيء تسمى لتراج الغاد تتعدى به الحيوط يولي تيبو جرافيتي الخدمة بتاعي الخدمة بتاعي بتيتر الوان وحروف بالعربي وكمبوزيشن درا كيفاش بتيتر ديزاين وستريت ار او ميم طون مش حاجة برك في الاخر ما نخدمش كان ستريت ار نقرا ونخدم او ميم طون نقرا ترازيم اني ديزاين جرافيك نسيته أول حيث خدمته أول حيث خدمته ببومبا كحلة طيف خطوط حاسيده وخربشته وكتبت اسمي واسم دراكي فيه وروحت الليفين مونيت اللي مشيت لهم مانيش هيب هوب برشا لما حالة مشيت المافيا هوليتي وحمامات البنديز وبريك ريت اللي صارت في نفزة و... والانيفرسير متاع الاندر جراوند هي مبدلة شوية خاطر العربي انا ما غزلوش ككاليغرافي غزلو بتاتر تيبوغرافي و... وليترينج اكثر معناتها والتاريخ متاع الحاجة هذه في العربي ياسر ضعيفة دونك تمشي الرصوص متاع انسبيراسيون اكبر برشا اللي هو ال... التيبوغرافي والليتراج نتاع اللاتين فيه موفمونات قوية وفيه حوايج بتيتر تركب على العربي كاش نعمل نشوف التيبوغرافي اللاتين نشوف كيفاش تركب كيفاش تمشي كيفاش هكاك نحاول اني نفهمها اكثر فريقها ديكورتيكا فازيكا هكاك من بعد نحاول نركبها على العربي ولا نديفلوب العربي باش يوصل حاجة كيما هكاك ولا في الجون هذيك باك يور لايف بال ستريت ار اصلا تويكا في العالم في التوب في النار تصور اقرب حاجه انك تصور حيط في شارع في الهيب هوب معناتها انك تصور خاطر الامباكت يقعد انت حتى اللي باش يغني غنيه في الشارع باش يغنيها ويمشي اللي باش يشطح ويمشي اللي باش يدسكر كيف كيف اللي باش يصور حيط غاديك باش يمشي هو باش يقعد الحيط معناتها الاقوى امباكت في الهيب هوب كلها تقعد للجرافيتي ارتست ولا ستريت ارتست خاطر هو اللي باش يخلي حاجه تقعد من بعده العباد باش تتفكر هذيك الحاجه باش تقعد الحاجه هذيك تعاود ديما 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 سامبلومون اصلا في المجتمع تويك العباد بدات تفهم مش معناتها هذيك مش معناتها هذيك مازلنا ما فهمنيش بقدامي قاعده الحاجه تتحسن تويك بالسياسه بالسياسه جرافيتي في تونس في كلمتي باهي مرتي والله ما عنديش علاقة كبيرة بالهيب هوب دونك خليني باهي سافا تعدي روحها الجينيراسيون الجاية العالم قاعد يتقدم دونك حتى نحن لازمنا نتقدموا بوتيتر صحيح الهيب هوب تكون في الثمانينات والتسعينات وفازات هذيك ما العباد اللي في العالم ما قعدتش في هذيك الشيء بون فما عباد تويك قعدت هكيك ما راهي بالحق معناتها عباد تخلقت في الفترة هذيك وكبرت في الفترة هذيك معناتها الانتماء الاصلي نتاعها هذيك الفترة مش جي انت معش جنراسيون جديدة معناتها تابع ل 2019 تعمل في حاجة تعملت في 1980 ولا 1990 بالحق معناتها مش لوجيك معناتها بعد الحضارة هذيك الكل باش نرجع لغاديك الكل نورمال مون شوف اش موجود تويكا وتشوف السار قبل وتبني عليه معناتها علاش لا علاش مش نقعدوا واحلين ونعودوا في الحوايج اللي قاعدة تتعمل لي ليومنا هذا ماهوش ريبير الجرافيتي في الاخر ما فماش حاجة اسمها ريبير في الار معناتها باش نكون انا هيب هوب لازمني نعمل جرافيتي وباش نعمل جرافيتي لازمني بومبات وباش نعمل ستيتر لازمني كذا
هو يجي ديك الكل زي ما تتنحى خاطر انا واحد من الناس كي نقف قدام حيط عمري بالعمر انا نسعد باش خدمه جوست نحكم على الخدمه ما يمنيش بومبي الدهن اللي هو اعطيني ريزلتات تنجح واعطيني فكره واسط اعطيني خدمه وراها تخميم وكهو معناتها مش حكايه طريق وفازات و... ومظاهر و... هكاك فما برشا عباد فهمتها هكاك سورتو الجينيراسيون الجديده مش حكايه مشكله زاد راك كي تمشي العبد تقول له زاد راه خدمتك مزيانه ولا حسن هذيك ولا حسن هذيك هذيك حاجه باهيه راهو عباد تنقدك وانت تنقد عباد هكاك نقدمه مش فلان عمل فلتين عمل نبدا نسوا على بعضنا اما باهي الجينيراسيون الجديده